الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونظيرا. اما بعد، قال الله تعالى في شان حبيبه: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذره مئات الف الف مره. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي الذي قرنت البركة بذاته وحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. بزرگان ملت، آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کی یہ محفل جو منعقد کی گئی ہے اس کے غرض کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے غرض ظاہر و باہر ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى مقام الاخر: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني.